أهلاً ومرحباً بكم ببرنامج هل تعلم؟ سنكون معكم إن شاء الله كل يوم طيلة شهر رمضان المبارك لنجيب عن بعض أسئلتكم. بدك تفرش سنانك أنت وصايم؟ إيه فيك تفرش سنانك، بس بشكل تنتبه كتير منيح إنه ما تبالغ بالمضمضة حتى ما تبلع شي. المضمضة والاستنشاق هن من السنة، والمضمضة هي إنك تفوت مي على تمك وتكبن بدون ما تبلعن، وكمان الاستنشاق هو إنك تفوت مي على أنفك وتطلعن من دون ما يدخلوا للجوف. فالصايم ما مطلوب يبالغ بالمضمضة والاستنشاق.